فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: ذكر فضيلتكم أن الذهب محرم على الرجال في الدنيا، فهل هذا التحريم خاص بما يؤكل أو يشرب، أم يشمل لبس الساعة والقلم والنظارات؟ محرم على الرجل استعماله لباسا، سواء كان خاتما أو كان قلما أو دواتا. الرجل لا يستعمل الذهب إلا ما رخص فيه من قبيعة السيف وحلية المنطقة وما أشبه ذلك، أو ربط الأسنان بالذهب إذا احتاج إلى ذلك فجاز له، لأن الذهب لا يصدى في الفم، يجوز أن يربط الأسنان بالذهب للحاجة، وأما من لأجل الزينة فحرام على الرجل. نعم، في ملابسه، في ساعته، في قلمه، في خاتمه، كله حرام. نعم.